بين الجندية والطب، عنوان حلقة جديدة من برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأبنبي الحداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات، حيث استضاف البرنامج الفريق الدكتور يوسف باشا القصوص مدير الخدمات الطبية الملكية الأردنية الأسبق، والذي تناول خلال اللقاء قصة مسيرته الطويلة مع تخصصه في أمراض القلب، كما تحدث عن ملازمته لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه أثناء رحلة العلاج، داعيا إلى زيادة الاهتمام في مجال الطب الوقائي والرعاية الصحية الأولية. المزيد في هذا الحوار. كنت أول من يحصل على شهادة دبلوم بعد الامتياز، بعد البكالوريوس، وجيت هون ودخلت، جيت على مستشفى ماركة. مشيك؟ نعم، دعين مستشفى ماركة. متى أول مرة أنت تعرفت على جلالة الملك حسين رحمه الله؟ والله سؤال، أنا داومت ب 12-13-1-67 قبل الحرب خمسة أشهر، خمس شهور. لما صارت الحرب، متعرف كيف صدر لي الأمر، صدر الحرب يوم الاثنين، نعم، يوم الثلاثة بالليل أو الأربعة صدر إن الحرب. إحنا ظلينا في المستشفى بس حوالي 10 أطباء لاستقبال الحالات في ماركة. في ماركة، والكل التحق في الميدان، نعم، بالكتائب الطبية، نعم. أنا لأنه معاي دبلوم باطنية، ظلينا دكتور أشرف الله يرحمه، دكتور إميل فريح، نعم، وأنا ودكتور عبد الله حيري، يعني ظلينا 4 باطنية و5 جراحة جاهزين. هذول صدر الأمر وإحنا حضرنا، حضرت حالي ولبسنا وكل شيء مشان نتحرك للميدان. جانا يوم الأربعاء الخبر إنه شوي الأمور بلاش. فيوم الأحد كان بإحتران ب10-11 شهر صدرنا أمر أنه نستقبل الجرحى من، لبست المريول الأبيض وحطينا شعار الطب وشو، نزلنا على جسر الشيخ حسين. نعم، حتى نستقبل الشيخ حسين أو الملك حسين. لا، الشيخ حسين شمالا، حتى شمالا نستقبل. ما إجاش ناس، رجعنا. جانا الخبر ثاني يوم، يوم الثلاثة 13 الشهر نستقبل في قاعدة الجوية في مفرق. نعم، طيارة. رحت هناك، طلع وانفاجأنا الملك حسين طلع معنا على الطيارة، في صورة تايونا. نعم، ونخلي الجرحى معنا وبث فينا المعنويات والشو. هذه أول مرة بلتقي فيه وجها لوجه يعني. نعم، وطبعا كانت زيارة عظيمة جدا. نعم، متعرف كيف. المرة الثانية الحقيقة كان الملك حسين الله يرحمه كان موجود بالطيارة. موجود بالطيارة، هاي في صورة. طب ايش يعني شو كان موقف، شو كان موقفه؟ كذا تجيك صورته؟ لا يعني موجود. شو كان موقف جلالة الملك؟ شو كان يعني بعد نكسة حزيران؟ بث فينا الحقيقة الروح، وكان ديروا بالكو يعني. طبعا كان يعني طبعا حزين كان على النتيجة. نعم، بس أكيد. يعني كان يرفع معنوياتنا صلب صلبة 100%. جلالة الملك حسين كان صلب صلب كالعادة، وكان هو يشجعك ويشجع الجند. هاي صفات القائد. قائد عظيم. نعم، بال73 هذه المرة اللي المرة الأولى. المرة هاي المرة، المرة الثانية اللي سافرت أنا وتخصص ورجعت بال73. نعم، بحرب أكتوبر دعيت للقصر. حرب أكتوبر مصر، أكتوبر وصر. أكتوبر 73، أكتوبر 73 مصر، 6 أكتوبر بين مصر. نعم، وإسرائيل. نعم، بنهاية أكتوبر يمكن أو شيء دعيت لي أشوف جلالة الملك في القصر. خدت معي تخطيط وجهاز وشيء. كان يصيبه رجفان أذيني بعد الأزمة. هون بدأت قصة علاقتك مع قلب الحسين. مع قلب الحسين، بس المرة هذه ما كان رجفان، كان بسموها خوارج بطينية انقباضية، أكسر السلسلة، ضربات زيادة. عالجته وشفته كل شيء في القصر، وجيت بدروح قال لي خليك يوسف تغدى معنا. أنا لسه على وجه مقدم، يعني ترفعت مقدم أو لسه رأيت. أنا قعدت، مين قاعد على الطاولة؟ جلالة الملك والملكة عليا وأنا. إيه، أنا قاعد معهم.
انا اتغدى اللقمه تنزل من حلقي. شو هالقعده؟ انا بقدر انا اقعد هيك قاعده؟ وعزمني، شوف قديش كان عظيم. قعدت معهم وبعدين بدت مسيرتي. يعني الحقيقه كان في هيك ود ولقاء بيني وبينه. بال 74 اجى زارنا في المدينه من هذا ما علق بالذاكره. نعم. قال لي يوسف كلوب باشا بده يجي يزورنا. كلوب باشا. يس. نعم. بده يجي يزورنا ومركب بيس ميكر منظم. لو صار اشي في البيس ميكر بتقدر تتعامل معاه؟ قلت له 100% بقدر اتعامل معاه، جاهزين سيدي. شوف كيف كان بتطلع للامور. بال 77 كنت انا في دورة مكثفة لأمراض القلب في مركز أمراض القلب في هيوستن حوالي 3 أشهر. نعم. بشهر 5 وآخر 4 إجا على أمريكا يبارك لكارتر. نعم. حكوا لي من الديوان إنه سيدنا بده ينزل لهيوستن محل ما كنت أنا. نعم. يعمل فحوصات يطمئن أهله. نعم. فجاء استقبلته ودخلنا يومين، عمل فحوصات شاملة كاملة، في صورة بستقبله على الباب، كنت أنا هناك بستقبله. قبل ما يطلع إجا عليه الدكتور دانتين كولي برضو كمان جراح قلب شهير. نعم. قال له جلالة الملك بتحب تشوف عملية قلب؟ هذيك الأيامات عمليات القلب لسه جديدة. أنت كنت عامل عملية قلب بالأردن وقتها ولا لسه؟ كنا عاملين. كنا عاملين. كنت عامل أنت؟ كنا عاملين. مش يعني أنا عاملين بالأردن. إحنا من 73 كنا عاملين. نعم. بحكي لك بعدين أيمتى بدينا. المهم نزلت مع سيدنا في أوبزرفيشن دوم بالسقف. نعم. فوق. نعم. باين. قاعد سيدنا الله يرحمه وأنا قاعد في جنبي أبو نبيل 4 ساعات هو بتفرج على العملية. والله ولم اشي يعني كان يتوقف. كان بحب الطب.